عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوه تبوك يوم الخميس وكان يحب ان يخرج يوم الخميس متفق عليه وفي روايه في الصحيحين لقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الا في يوم الخميس عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما اصابهم متفق عليه وفي روايه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم ان يصيبكم ما اصابهم الا ان تكونوا باكين ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه واسرع السير حتى اجاز الوادي